صعب طبعا. ليه وقت كده ما كنا أهم عملية اللي هي التوعية كده تكون واعية. الوعي المطلوب في البناء في الإدارة السير الشخصي وسائل التعاون كل الأسئلة لازم تتكلم وعي عشان تتجنب إنه يكون عندك أخطاء. فأنت عندك وعي هو معرفة. انت ما تحتاج تفهم، تحتاج تقدر وعي. في تعليم تسمع كل مكان، فهذا يكون عندك وعي. فالوعي مرتبط بمكان، تمام؟ انت في الشارع، كنت الزمن إذا كنت مثلا في مكان أنت في المرار ولا في التمرين ولا فين في أي وقت أنت موجود في المكان. فبالتالي لما تكون أنت عارف المكان والزمان تمام، تكون أنت عارف المكان والزمان يكون عندك الوعي هذا فيه مجموعة من الأشياء اللي ممكن نسميها الأخطاء، مجموعة من الأشياء المصنعة. فبالتالي أنت تعمل حسابك إيش الصح إيش الغلط، فبالتالي تبدأ بناء عليه يكون عندك قرار بعيد عن الأخطاء. فضروري أنت تكون عارف عندك وعي بالمكان، أنت فين؟ إيش المكان اللي أنت فيه؟ أو لا؟ أو الدرج؟ أو إيش المكان؟ هو مصانع محطة بنزين في المطبخ، كويس؟ طيب من أي نقطة؟ الزمن إذا كنت مكان في مثلا في ملعب تلعب كورة تمسك الكورة جدا هذا خطأ. هو اللي حتسبب في مشكلة في لازم تعرف انت مكان فين وزمان فين عشان ما تقدر تسبب في خطأ وتسبب في مشكلة. هذا على السبيل الشخصي، على السبيل المهني لابد تكون عارف يكون عندك وعي. الوعي كلمة عامة لكن استخدامها ومفهومها واحد. شكرا لكم. في مرة إضافية بالنسبة لك، أهم شيء بالنسبة للوعي إنك أنت تكون بعيد عن المكتبة، تكون قريب من الخوف، خلاص؟ الخطأ شو هو الخطأ فعلا؟ أنت شيء لكن أنت ما أنت بالظاهر كافية بالتالي ما تقدر تمام؟ فالمدير الممتاز هو عنده دراية عالية جدا بحيث إنه حتى لو قرر أنت تكون معاه لكن ما تكتشف صحة قرارات عالية إلا بعد وهو ما يدري. هذه ممكن تكون في سنة، هذه ممكن تكون في 15 سنة خدمة. هو لازم على دراية الشيء اللي هو فيه عشان يتجنب الأخطاء أو يحد
شايف حاجة مهمة في الواحد، وهي نفس الفرق بين